رويشد الفنان الكوميدي اللي رسم الضحك على وجوه كم الجزائريين، انزاد في القصبة في أفغيل عام 1921. عاش طفولة قاسية، مات يماه وهو صغير وكان لازم عليه يخلي القراية باش يخدم. رويشد ما تخرج من معاهد الفن ومدارس التمثيل، بصح كان هو مدرسة في حد ذاته. علمات الميزيرية اللي عاشها في حياته يكون قريب للجزائريين. اسمه الحقيقي أحمد عياد، أما رويشد اسمه الفني خيره من عند الفنان رشيد القسنطيني اللي كان يحبه بزاف ولعب معاه أول دور له في مسرحية لون دغني. تنقل رويشد بين بزاف من فرق المسرحية باش يطور الموهبة ديالو قبل ما يقرر ينضم الجيش التحرير الوطني ويولي ضابط اتصالات، حتى تشدو فرنسا ويجوز عامين في حبس سركاجي على خطر خبة عند المجاهد أحمد بوزرينا. كيخرج من الحبس عاونوا صاحبه بن يوسف حطاب باش يدخل للراديو، ورجع عنده حصة أسبوعية اسمها اشرب وهرب اللي من بعد رجعت كور وعطي العور. بعد الاستقلال رويشد يرجع للفن ويدخل فرقة المسرح الوطني الجزائري، كما يدخل السينما ويتشهر بأدوار حسن تيرو، حسن تاكسي، حسن النية. خدم مع مخرجين عالميين كما محمد الخضر حامينة وأحمد رشدي في فيلم الأفيون والعصا. رويشد ما كانش برك ممثل، ما بصح كان تاني مؤلف، كتب بزاف سيناريوهات كما فيلم الغولة ومسرحية البوابون اللي ربحت بزاف جوائز ماشي برك في الجزائر، ما بصح حتى في تونس. رويشد رغم أنه عانى في حياته ما بصح عمره ما بخلع للجزائريين بضحكة، ضحك أجيال وأجيال ورجع رمز من رموز الكوميديا الجزائرية حتى توفى في جانفي عام 1999. رويشد كان يقول بلي لو كنت فنانا حاول جعل عالمه يضحك لكانت حياتي لعبة ليس لحد فيها بالصدفة. ومن حكي على زمان جوزنا مع هاد الفنانين الغاليين أحلى الأوقات، الله يرحم كل من مات وخلى الفتات.